فعاليتنا اليوم هي اسمها كل وانت مغمض. هي عبارة عن انه نيجي على الناس اللي هي عم تأكل وتشرب، نجيب الاشي الاسود يسكر على عيونهم، نسألهم انه شو حسوا وهم مو شايفين، هي رفقة في المكفوفين. فبس حابين نسمع اراء الناس انه كيف وهي ما بتأكل وما بتشرب عم تأكل وتشرب وهي مو شايفة شو اللي قدامها. دائما لما نشوف اي حدا مثلا مكفوف نتعاطف معه ونحاول نساعده، فاكيد هلأ انا شعرت بنفس اللي بشعروا فيه، فربنا يكون في عونهم طبعا، هذا مش شغلة سهلة أكيد. يعني هذا إشي كثير بخوف إنه ما تشوفي، يعني أنا عدت مش شايف دقيقة وحسيت إني بالمرة مو مرتاح لحد ما قمتها، فإنه هلا إنه عم بفكر كيف لو لآخر حياتي وأدي الصعوبات تبعونهم وكيف لازم يتعود وإشي كثير صعب، فأكيد يعني هلا بقدر أتعاطف أكثر مع ما بشوفه.